بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ، أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل حسن من الجمهورية العربية السورية، يقول في هذا السؤال: ما الحكم في تقبيل المصحف الشريف ووضعه تحت الرأس أثناء النوم وفي وسادة الأطفال الصغار ليكون حرزا لهم من الشيطان والخوف؟ وما الحكم في حمل المصحف الصغير في الجيب؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن المصحف الشريف يجب احترامه ويجب أن يصان وأن يعظم ويكرم، لأن فيه كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يجعل تحت الرأس ويتخذ وسادة للكبير ولا للصغير، لأن في ذلك امتهانا له ونقصا من قدره. وإذا انضاف إلى ذلك اعتقاد اتخاذه حرزا للإنسان أو للأطفال، فإن ذلك لا يجوز. لا يجوز اتخاذ القرآن حرزا يعلق على الإنسان أو يجعل تحت وسادته أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات. وأما جعل المصحف في الجيب فلا بأس به إذا احتاج إلى ذلك وحصل للقرآن صيانة عن الامتهان وعن دخول المحلات غير المناسبة كدخول الخلاء. إذا أراد أن يدخل الخلاء فإنه يخرج المصحف من جيبه ويضعه في مكان مناسب إلى أن يخرج ولا يدخل به الخلاء. نعم، بارك الله فيكم. السائل أيضا يقول في السؤال الثاني: إذا كانت صلة الأرحام تجلب ضررا بسمعة الشخص أو أنهم يتكلمون بالفواحش وأعراض الناس والنساء الغير محرمات يختلطن بالرجال كثيرا، فهل علي إثم إذا قطعت هذه الصلة؟ وما الحكم في الزيارة مع وجود هذه الأسباب؟ وجهونا مأجورين. لا شك أن صلة الأرحام والقرابة أمر مطلوب شرعا، ويثاب عليه الإنسان إذا فعله ويعاقب عليه إذا تركه، فإن قطيعة الأرحام محرمة، عليها وعيد شديد. ولكن إذا عارضها شيء مما ذكره السائل من أن هؤلاء القرابة يجاهرون بالمعاصي والمخالفات الشرعية ولا يقبلون النصيحة، وكان في هجرهم مصلحة لردعهم لعلهم يتوبون، فإنه يهجرهم. أما إذا كان ذلك لا يجدي فيهم فعليه أن يزورهم وأن يواصل النصيحة معهم والإنكار عليهم لعل الله أن يهديهم، وإلا فإنه يكون قد أدى حقهم وأبرأ ذمته بنصيحتهم والإنكار عليهم. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول: إذا أراد شاب أن يتزوج أو يبني منزلا ولكنه لا يستطيع توفير كامل المهر إلا بعد عدة سنوات، فهل عليه إخراج زكاة المال الذي يجمعه كل سنة؟ نعم، إذا كان عنده مال قد حال عليه الحول وهو ما تجب فيه الزكاة كالدراهم أو العروض التجارية فإنه تجب عليه الزكاة، ولو كان يعد ذلك لزواجه أو لبناء بيت يسكنه، لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، لا يسقطه أنه ينوي أن يجعل هذا المال تكاليف لزواجه أو لبناء بيته أو ما أشبه ذلك. الزكاة واجبة إذا تحققت شروطها، ومنها حولان الحول وكون المال نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر مما تجب فيه الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من السائلة سين سين سين، تقول:
أسأل يا فضيلة الشيخ عن حكم نتف المرأة ما بين الحاجبين من غير أن تزيل شيء من الحاجب نفسه، أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا، لأن ما بين الحاجبين يعتبر متصلا بهما، وأيضا يكون سببا لأخذ الحاجبين، فتترك المرأة حاجبيها وما بينهما لأن هذا تابعا للحاجبين، وليس فيه الغالب، ليس فيه ما يدعو إلى أخذه. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: ما هي حدود عورة المرأة أمام النساء والمحارم؟ حدود عورتها ما لم تجري العادة بكشفه عند النساء، يجوز لها أن تكشف عند النساء ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها، أما ما زاد عن ذلك فإنها تستره، أنه لا داعي لكشفه. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح. هل صحيح أنه لا شيء على الرجل إذا وقف بين يدي المصلي أثناء الصلاة؟ أرجو من فضيلتكم بيان الأدلة على حكم المرور بين يدي المصلي، وما هو الواجب على المصلي إذا مر أمامه من يقطع الصلاة، هل عليه إعادة للصلاة؟ المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والواجب على المصلي أن يتخذ سترة أمامه، فإذا اتخذ سترة أمامه فإنه لا يضره ما مر من ورائها، فإن لم يكن له سترة فإن المار يترك مسافة أمام المصلي إلى حدود 3 أذرع من قدميه ويمر فيما وراء ذلك. أما الماموم فإن سترة إمامه سترة له، وإذا دعت الضرورة إلى المرور بين يدي المصلي كالمواطن المزدحمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار التي تزدحم بالناس فلا بأس بالمرور في هذه الحالة من أجل الضرورة. نعم، جزاكم الله خيرا. وأما إذا كان أمامه شخص جالس أو أمامه شخص نائم أو شخص واقف فلا حرج في ذلك، لأن المحرم هو المرور والتجاوز، والدليل على جواز الاعتراض بين يدي المصلي بالجلوس أو بالوقوف أو بالنوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وتعترض، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا قام من السجود أعادت رجليها أمامه صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل أرسل بسؤالين لم يكتب الاسم في هذه الرسالة، يقول: رجل أصيب بمرض فقطعت رجله من فوق الركبة، فكيف يمسح عليها في الوضوء للصلاة؟ ليس عليه مسح ما دامت قطعت من فوق الركبة، فليس عليه مسح لزوال محل الفرض، لأن محل الفرض هو من الكعبين فما أسفل، فإذا زال ما فوق الكعبين، زالت الرجل من فوق الكعبين فلا شيء عليه ولا يمسح في هذه الحالة لزوال محل الفرض. نعم، الرسالة الآتية من السائل محمد بن سعدون بلاد زهران الباحة، يقول في هذا السؤال: حججت أنا ووالدتي وزوجتي، وكان الحج تمتع، فأكملنا الحج ولله الحمد ولم نترك لا واجبا ولا ركنا، ولكنني عندما أهديت بواحدة، وعندما رجعت إلى بلدي أبلغني الإخوة بأن لكل واحد منا هدي، فرجعت إلى مكة بعد 3 أيام وذبحت 2 ووزعت ذلك على فقراء مكة، هل حجنا صحيح فضيلة الشيخ؟ نعم، من حج قارنا بين الحج والعمرة أو متمتعا بالعمرة إلى الحج وكان من غير أهل مكة فإنه تجب عليه الفدية، فدية التمتع والقران، بقوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أوجب على المتمتع والقارن أن يذبح فدية إذا وجدها، فإن لم يجدها فإنه يصوم 10 أيام. ثم قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني وجوب الفدية إنما يكون على من لم يكن من أهلي، على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وما ذكرته من أنك حججت أنت وامرأة وزوجتك وأنك ذبحت فدية واحدة ظانا أنها تكفي فهذا خطأ،
والصواب ما فعلته أخيرا أنك ترجع إلى مكة أو توكل أن يذبح فدية في مكة وتكون قضاء، ولو فات وقت الذبح فإنها تكون قضاء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من القصيم بريدة، السائلة ح ب ف، تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس العدسات الملونة للفتاة بقصد التزين لزوجها؟ لا يجوز هذا ما دام أن عينيها صحيحتان ولا آفة فيهما ولا تشويه، إنه لا يجوز لها أن تغير لونهما بعدسات ملونة، لأن هذا من العبث ومن تغيير خلق الله ومن التغرير بالزوج، حيث تظهر له خلاف الحقيقة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: توفيت صديقة لنا في الكلية وقد تكلمنا فيها قبل وفاتها ولم نتحلل منها، ونحن الآن في حيرة وفي ندم، فقد استغفرنا الله عن هذا الذنب ولكن نخاف أن لا يقبل الله منا، فما الحل في نظركم فضيلة الشيخ صالح؟ لا شك أن هذا خطأ وأنه خطيئة، لأنه من الغيبة المحرمة، وما دامت المرأة التي تكلمتن بها قد ماتت، إنه لم يبقى إلا الدعاء لها، عليكن الدعاء لها والاستغفار لها والثناء عليها، أيضا الثناء عليها في المجالس التي اغتبتن هذه المرأة فيها، لعل الله أن يكفر ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة منى ألف صاد، الجمهورية العربية السورية دمشق، تقول في هذا السؤال: لقد نذرت نذر وحان موعد الوفاء بهذا النذر، ولكن الظروف حالت بين ذلك ولم أستطع الوفاء به، وجاءت صاحبة النذر وقالت لي: لقد سامحتك بهذا النذر، والسؤال: هل يسقط عني النذر أم ماذا أفعل، وهل يجب علي الكفارة؟ لا شك أن النذر إذا كان نذر طاعة، لأن نذرت أن تتصدقي على هذه المرأة وهي فقيرة من ذوات الحاجة، إن هذا النذر واجب، يجب عليك فعله، لقوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذا سمحت هي من قبول النذر فإنك تتصدقين به على محتاج غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل من جمهورية مصر العربية ومقيم بجدة، يقول: بأنني أعمل بمحل مواد غذائية، وفي نهاية شهر رمضان كلفني أحد الإخوان بأن أخرج له زكاة فطر عن أسرتي، وأعطاني قيمة ذلك وكيلا عنه، ولكن للأسف نسيت ولم أخرج الزكاة والمبلغ معي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ في هذا المبلغ، وهل علي إثم في ذلك؟ نعم، الواجب عليك أن تنفذ الوكالة وأن تخرج الزكاة التي التزمت بإخراجها نيابة عن ذلك المسلم، إذا كنت قد تأخرت عن إخراجها فهذا لا يسقطها عنك، واجب أن تخرجها وأن تبادر بذلك وأن تضعها في مواضعها، أو أن تخبر صاحب الزكاة بأنك لم تفعل ما وكلك به، ثم هو يتصرف ويبرئ ذمته. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من أختكم في الله جيم جيم، تقول في السؤال الأول بأنها فتاة محجبة وتحمد الله على ذلك وتقوم ببعض الأعمال الصالحة ما استطاعت، ولكن دائما تقول: أشعر بوسواس في صلاتي وأعمالي كلها وفي كل مكان، وكل ما حاولت أن أبتعد عن هذا الوسواس رجع إلي، فهل علي إثم بذلك؟ وأرجو أن توجهوني بشيء يبعدني عن هذه الوساوس. الوسواس لا يؤاخذ عليه الإنسان لأنه بغير اختياره، ولكن عليه أن يفعل الأسباب التي تدفع عنه هذا الوسواس، ومنها الإكثار من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من ذلك، وأيضا عدم الالتفات لهذا الوسواس وعدم التأثر به، وأن الإنسان يرفضه رفضا تاما ولا يهتم به، هذه الأسباب بإذن الله تكون سببا لزواله. أما الإثم فإنه لا يأثم الإنسان على هذه الوساوس لأنها بغير اختياره. نعم،
جزاكم الله خيرا. شيخ صالح لها رسالة أخرى أو سؤال آخر، تقول: هل للمرأة أن ترد السلام على الرجال الأجانب إذا مرت وهم في طريقها؟ أفيدونا بذلك. إذا لم يترتب على هذا فتنة ولم تخشى فتنة من ذلك فلا بأس، ما إذا ترتب على هذا فتنة ويخشى عليها من الافتتان بالرجال أو افتتان الرجال بها فإنها لا تسلم عليه. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها سوداني يقول في هذا السؤال: سؤالي: قمت بأخذ مبلغ 1000 ريال في حاجة إليه شديدة، ولكن بشرط أن أعطي صاحب هذا المبلغ 500 ريال فائدة، وأعطيته المبلغ بعد فترة 1500 ريال من الزمن، هل في ذلك ربا أم لا؟ مأجوري. هذا هو الربا الصريح، إذا اقترضت منه نقودا بشرط أن ترد عليه أكثر منها، إن هذا هو الربا الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع أهل العلم على أن هذا ربا. أما إذا أقرضك احتسابا لوجه الله عز وجل ولكن هو من غير اشتراط زيادة ولا تطلع إليها، ولكنك أنت عند الوفاء زدته زيادة من باب المكافأة له، شكر له على صنيعه، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم أحسنكم قضاء. استسلف صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. فهذا يعتبر من حسن القضاء لا من الربا. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة من الباحة: هل أذكار الصباح والمساء إذا نسيها الإنسان أو انشغل عنها وأتى بها حين قام بتذكرها، مثلا أذكار المساء، هل يذكرها قبل نومه أو بعد صلاة العشاء؟ وما هو الوقت المحدد لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، وأذكار المساء تقال عند قبل غروب الشمس في آخر النهار أو بعد صلاة المغرب. نعم. إذا تأخر الإنسان يقولها بعد صلاة المغرب، والأحسن أن يقولها قبل مغيب الشمس، إذا فات وقتها فإنها لا تقضى، ولكن يذكر الله عز وجل من الأذكار المطلقة، لأنه مطلوب من الإنسان أن يذكر الله ويكثر من ذكر الله في غير الصباح والمساء. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. المسلم يذكر الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الإنسان من ذكر الله ولا يغفل عن ذكر الله في كل وقت. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائلة تقول: سمعت بأن صلاة التطوع للمرأة لا بد أن تستأذن الزوج فيها مثل الصيام وغير ذلك، فما صحة ذلك؟ نعم، إذا كان هذا يفوت حق الزوج فلا بد أن تستأذن منه، صلاة النافلة وصيام النافلة. لا، إذا كان يفوت شيئا من حق الزوج فإنها لا بد أن تستأذنه في ذلك. قد جاء في الحديث أن المرأة لا تصوم صيام النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكر لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن